سيد عبد الحميد تحية لك من جديد. والحقيقة السؤال حول متى بدأ الكيان الصهيوني الميل نحو القارة الأفريقية، أو أهم المراحل التي مر بها التغلغل الصهيوني أو الوجود الصهيوني في القارة السمراء؟ والله الكيان الصهيوني ورثته هذه الدول بعد الاستعمار أو بعد الاستقلال مباشرة، بعد خروج الاستعمار من دول أفريقية، وجد سفارات الكيان، وجد سفارات موجودة، وجد هذا الكيان موجود ومتغلغل، والاستعمار ما خرج من أفريقيا حتى ترك هذا البديل. وكانت ربما أفريقيا أو الدول الأفريقية تنظر إلى هذا الكيان على أنه كيان صغير وبعيد ولا يملك هذه الخلفية الاستعمارية، وكان له عقدة من الاستعمار الغربي، فكان يريد أن يخرج الاستعمار الغربي ولا يعني بأي ثمن وبأي طريقة. فلما ورث الاستعمار، إضافة إلى أنه وجده يعني بلد صغير وبعيد وليس له أطماع الاستعمارية، وجد فيه ربما المساعدة الكافية، لأنه يعني لو نأخذ مثال بلد الكونغو، عندما خرجت أو عندما استقلت لم يكن فيها إلا 30 إطار، لا يمكن أن يسيروا هذا البلد حتى من التسيير الإداري العادي. لكن الكيان الصهيوني كان طموحه أكبر، كان عينه على الثروات وعينه على الممرات وعينه على أشياء كثيرة، وكانت خطته يعني تتجاوز تفكير الدول الجديدة الحديثة الاستقلال. يعني نقدر نقول أنه بدأ التغلغل من الستينيات القرن الماضي، هكذا من الستينيات، من بداية استقلال هذه الدول. ليس تغلغل وإنما ميراث، هذا ميراث الدول الاستعمارية. فرنسا ما خرجت حتى وضعت يد الكيان الصهيوني، وكذلك بريطانيا وكذلك بلجيكا، كل هذه الدول هذا ميراث ورثته هذه الدول. حتى أنه يعني إذا ضربنا مثال بغانا، كان السفير أو الرئيس الغاني دائما يحرج السفير الإسرائيلي هكذا حتى لا يدعوه الاجتماعات ولا يشركه في القرارات ولا يهتم به، ويقول هذا يعني هذا الرئيس أنا أريده أن ينصرف عنا، أريده أن يرحل عنا. لكن هؤلاء يتحملون الصفعات كما يقول من أجل بلادهم، يعني حتى إذا لم تدعوه سوف يأتي، حتى وإذا لم تضع لهم قيمة سوف يضع لنفسه قيمة، وهم الذين ربما يعني يمشون في البلد ويتحركون مع المجتمع المدني. إذا لم يرحب بهم مع المجتمع الرسمي يجدون منافذ كثيرة مع المجتمع المدني ومع يعني كثير من الهيئات الأخرى حتى يتسللون إلى سلطة القرار. ما هي الأهداف الرئيسية إن صح القول للكيان الصهيوني من التغلغل في القارة الإفريقية سيد عبد الحميد؟ الكيان الصهيوني أول حاجة إضافة إلى الأهداف الاقتصادية، إضافة إلى الثروات، إضافة إلى المغريات. فالقارة الإفريقية قارة كبيرة وواسعة، القارة الإفريقية تطل على المضايق وعلى الممرات، القارة الإفريقية تمثل كتلة تصويتية في الأمم المتحدة كبيرة، القارة الإفريقية بها نصف سكان المسلمين، القارة الإفريقية وهذا هو النقطة الأساسية أنها تحيط بالعالم العربي. وكما يقول يعني رؤساء الحكومات المتتاليين للكيان الصهيوني، يقول لك إذا عجزنا على أن نقيم علاقات مع الدول العربية فسوف نقوم بقفزة الضفدع كما سماها نتنياهو. هذه قفزة الضفدع التي قفزتها الكيان الصهيوني إلى اتجاه يعني دول الساحل من أجل محاصرة الدول العربية. ولعل هذا هو المزعج في دول المغرب العربي، أن الكيان الصهيوني اليوم على السواحل. ونحن تنبأنا لما بدأ التطبيع مع تشاد، قلنا من تشاد سوف يتحول إلى حد دول المغرب العربي، وفعلا الآن هو موجود في المغرب. فهذه من الأهداف، ولعل ربما يعني أحسن من عبر على هذا التطبيع مع الكيان الصهيوني إفريقيا هي جريدة نيوزويك الأمريكية عندما قالت أنه من أعجب التحالفات في العالم. هذا شيء عجيب أن تتحالف دولة صغيرة نائية معاصرة مع قارة مترامية الأطراف، يعني قارة كبيرة تتحالف مع دول وهنا صغيرة. وهنا السؤال الحقيقي، ما هي هنا هذا السؤال الحقيقة سيد حميد، ما هي الأدوات التي استخدمها الكيان الصهيوني للتغلغل أو الاستمرار؟ قلت أنه ميراث الدول الاستعمارية، لكن كيف استطاع أن يستمر في التغلغل وصولا إلى 2021 اليوم؟ والله يعني في البداية كانت عنده عدة طرق للدخول للتغلغل، من بين هذه الطرق هو الإطار العاطفي مثلا، فهو كان يصور الأفارقة وهم ربما ما زالوا في حالة من الأمية وحالة من الجهل بالتاريخ أنهم في حالة واحدة،
وأن الكيان الصهيوني مضطهد ومحاصر من طرف الدول العربية، وأنتم أيضا الأفارقة مضطهدين ومحاصرين من طرف البيض، فأنتم تعانون ونحن نعانون، نحن نعان مع بعض، لابد أن نجتمع ونواجه هذه المعاناة. هذه ربما إطار عاطفي وإطار عقدي، ويرجعون أحيانا إلى 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 حتى مسائل تاريخية، وأنهم من سلالة نبي سليمان عليه السلام كلهم. فالنقطة الأساسية هي 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 المساعدات العسكرية والأمنية. فمعظم الدول الإفريقية الذين يدربون الجيوش ويدربون الأجهزة الأمنية العسكرية، وخصوص الحرس الرئاسي، هم الكيان الصهيوني. الكيان الصهيوني الآن مستفيد كثيرا، ويقدم ربما فتات لهذا الكيان. ولعل من 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 الأخطاء التي ارتكبها الدول العربية، ومن الأسباب التي جعلت الكيان الصهيوني يتغلغل في إفريقيا، هو تأخر الدول العربية في إفريقيا. إفريقيا نحن زرناها ووجدنا مثلا بعض الدول مثل تشاد، يعني في العاصمة تشاد تلقى مستشفى صغير. نحن في الجزائر بإمكاننا يعني ميزانية ولاية محافظة واحدة يمكن أن تصنع الكثير لهذه الدولة، ميزانية محافظة. فتأخر الدولة أو الدول العربية كثيرا، وخصوص دول المغرب العربي، وعليها عاتق وعليها مسؤولية كبيرة في إفريقيا. تأخرت عن مساعدة هذه الدول الإفريقية، فرتمت هذه الدول الإفريقية في إحضار الكيان الصهيوني. حتى الكيان الصهيوني بعد استقلال لم يكن ينتبه من خطورة هذا الدول الإفريقية، لم تكن تنتبه من خطورة هذا الكيان إلا بعد حرب 67. يعني كان هناك تنامي في العلاقات، ووصلت إلى حوالي 24 دولة طبعت مع الكيان الصهيوني إلى غاية 67. لكن لما كانت هناك حرب 67، ورأوا جرائم الكيان الصهيوني، ورأوا احتلاله في إلى سيناء والجولان، استفاقوا بعد ذلك، وعرفوا بأن هذا الكيان مجرم، وهذا الكيان قاسي، وهذا الكيان لا يأتي منه الخير. فيعني مباشرة بعدها إلى غاية 74 بقت 5 دول فقط مطبعة. هذه الحقيقة. ولعل رجوع بعد ذلك، ربما هذا السياق التاريخي، ورجوع يعني الدول الإفريقية الكيان الصهيوني حتى وصل 46 دولة بسبب اتفاقية العرب، بسبب كامب ديفيد، بسبب أوسلو، بسبب وادي عربة. فالعرب هم الذين جعلوا الكيان الصهيوني، مع الأسف جعل الدول الإفريقية تطبع مع الكيان الصهيوني. اليوم ما هي أبرز الدول التي تتغلغل فيها دولة الكيان الصهيوني بشكل كبير، ليس فقط إقامة علاقات وإنما تغلغل إلى عمق الدول؟ والله هناك كثير من الدول. قل لي وين هي اللي بقات مثلا، ما الذي لم يطبع مثلا، اللي بقات مثلا مش ما فيهاش تغلغل هي الجزائر، فيها الجزائر، تونس، المغرب العربي بصفة عامة. خلينا من المغرب الآن، توغلت في التطبيع. نيجيريا مثلا، جنوب إفريقيا مثلا، زيمبابوي مثلا، هذه الدول اللي بقات بعيدة عن الكيان الصهيوني. أما باقي الدول معظمها، وخاصة دول غرب إفريقيا، مجموعة الاقتصادية الإكواس، يعني هو يعني لو نتبع يعني مؤتمر طوغو الذي أراد نتنياهو أن يجعله قمة بين الكيان الصهيوني وإفريقيا، كان بعد مؤتمر الإكواس القمة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، هذا هو الذي مهد لها. لولا أن الجزائر يعني قاومت هذا التطبيع وأفشلت هذه القمة مع مجموعة من الدول، بما فيها المغرب في ذاك الوقت، وبما فيها يعني دول أخرى. ذكرت ربما من أشكال التغلغل عسكري وتغلغل دبلوماسي سيد حميد، ماذا عن التغلغل ربما الثقافي والتعليم للكيان الصهيوني؟ هل وصل إلى هذه الدرجة؟ التغلغل الثقافي هو دائما المقدمة، هو دائما المقدمة. هم داخلين في برامج التعليم، داخلين في 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 البرامج الثقافية بصفة عامة. فالثقافة الآن لو تذهب إلى بلد إفريقي وتركب في تاكسي، أول حاجة تجد العلم الإسرائيلي يضعه أمامك، فأول حاجة تراه العلم الإسرائيلي في أمامك، يعني خصوصا في كينيا مثلا هكذا. لماذا كينيا بالتحديد؟ كينيا متغلغل يعني كثير الكيان الصهيوني في هذه المنطقة، والسلطات مسهلة لهذه المهمة، يعني هذا تاريخ قديم يعني. لكن لهذه الدرجة متغلغل في التعليم في بعض الدول سيد الحميد؟ وبسهولة يعني مش لا يوجد أي مقاومة أمام الكيان الصهيوني؟ هل هناك اعتراضات من أي جهات أو من أي أطراف داخل هذه الدول الإفريقية، لا سيما بعض المسلمين إذا كان لهم صوت في تلك الدول؟ والله جهد المسلمين ضعيف. الفقر يا أخي يصنع يعني يفعل فعله في الناس. هذه الدول فقيرة،
احنا الان للاسف نواجه الكيان الصهيوني من خلال الدول الفقيره، شعوبنا فقيره، الشعوب الفقيره تواجه، الشعوب الفقيره تستسلم، والدول الافريقيه كلها فقيره. ولعل رغم الاخطاء التي ارتكبناها احنا حابين نواجه مثل الكيان الصهيوني بهذه التحالفات وبهذا السند الدولي بدول فقيره تحتاج الى الاكل وتحتاج الى الشرب. تروح الان دول افريقيه ما تلقاش واش تاكل واش تشرب، تلقى مازال الناس تعيش في بيوت قصديريه رايناها باعيننا. فالحاجه هي التي تجعل من هذه الدول تستسلم لهذا الكيان. اذا الفقر كما ذكرت، لا يوجد هناك مقاومه لهذا الكيان الصهيوني داخل القاره السمراء، لكن على مستوى ربما المساجد، على مستوى ربما تجمعات اسلاميه، لا يوجد اي حتى رفض، يعني ليست مواجهه على مستوى المواجهه الكبيره او مواجهه الكيان الصهيوني او مواجهه الدوله، ولكن حتى الرفض لا موجود، يعني مش لهالدرجه. وانما انا اتكلم على المجتمع عموما. نعم. ف يعني كاين بعض الدول يعني مثل مالي، هذه ايضا من الدول التي زرناها، لقوا يعني اكبر شارع يسمى شارع القدس. نعم. في مالي، واكبر ربما تمثال هو تمثال 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 الدره. يعني كثير من الدول، يعني زرنا مثل تشاد، والتقينا مثل بزوجة الرئيس السابق، هي يعني كان كلامها يشيد بأحد زعماء الدول الإسلامية بأنه يقاوم الكيان الصهيوني، هذا يعني قبل التطبيع. فهناك ضغوطات رهيبة على الكيان، على هذه الدول. أما جهود المسلمين بصفة عامة هي جهود لا ترتقي إلى المقاومة، ولا ترتقي إلى أن تواجه دولها في من أجل صد هذا الكيان. يعني حتى تشاد دولة مسلمة، وأنا نعرف كثير من الأصدقاء هناك، وهم يواجهون لكن لا يستطيعون أن يقفوا في وجه التطبيع. فالجانب السياسي يضعف المسلمين. ما خطورة سيد عبد الحميد هذا التغلغل بهذه الدرجة التي ذكرت للكيان الصهيوني داخل القارة الأفريقية؟ والله هو الخطورة تاعه الكيان الصهيوني مدمر البشرية، مدمر الإنسانية. والكيان الصهيوني الآن مستهدف الدول العربية بخصوص، واستطاع أن يستهدفها في المشرق العربي. وكان الهدف الرئيسي نتاعو الآن هو تدمير الجيوش. أنا لا أنظر بنظرة ربما الحركات السياسية بقدر ما أنظر بنظرة الدولة وعقلية الدولة. الكيان الصهيوني أخطر حاجة عنده هي الجيوش العربية، وخاصة الجيوش العربية الممتنعة في العراق، والجيش اليمني، والجيش السوري سابقا، والجيش المصري الذي طبع معه، وهذه اللي خاف منها الكيان الصهيوني. فكان الهدف الرئيسي نتاعو هو تدمير هذه الجيوش، واستطاع أن يدمر هذه الجيوش. بقت له المغرب العربي يبقى في امان وفي سلام، وبقى ربما هناك انتعاش بعد الربيع العربي. فهو الان اكبر حاجه مستهدفها هي منطقه المغرب العربي. اكبر حاجه مستهدفها هي منطقه المغرب العربي، واكبر حاجه مستهدفها هي الجزائر. الجزائر الان مستهدفه بالخصوص. وما هذه العلاقه التطبيعيه مع المغرب الا استهداف الجزائر. يريد ان يحدث فتنه في المغرب العربي. يريد ان يحدث فتنه بين الجزائر وبين المغرب، من أجل تدمير المغرب العربي. ما تبقى من دول آمنة وربما تعيش سلام وفيها انتعاش سياسي وفيها شيء من الديمقراطية، فهو مستهدف هذه المنطقة بالخصوص حتى يدمر العالم كله، فيصبح هو الأقوى ولا يقوى. يعني السر وراء، ربما أكبر سر وراء هذا الخلاف بين المغرب والجزائر هو الكيان الصهيوني. نعم، هو الكيان الصهيوني أكبر سر. وهذا يعني إذا تكلمنا عن المغرب، أنا لا أقصد الشعوب المغربية، بل الشعوب المغربية نحن نحييها، وهي تقاوم التطبيع بصورة ربما من أفضل الدول أو من أفضل الشعوب التي تقاوم التطبيع. لكن أنا أتكلم على الملك والمخزن بصفة عامة. فهؤلاء التطبيع كان بينه وبين المغرب كان قبل كم ديفيد، مش من اليوم. يعني أول دولة مطبعة هي المغرب، ولعل المغرب هو المخبر تاع التطبيع، هو المخبر تاع التطبيع في العالم العربي كامل، مش مصر وليست الإمارات وليس ذلك. ولعل المستهدف الكبير هو الجزائر، لأن الجزائر تقف صراحة في وجه الكيان الصهيوني، وتقف في مواجهة الآن أكبر حاجة دارها الكيان الصهيوني. وشو هو؟ كان الحزام الأمني نتاعه ولا الاتفاقية الأمنية مع دول الجوار، مع مصر وليبيا، مع مصر والأردن. الآن الاتفاقية الأمنية الأخيرة اللي دارها مع المغرب، أصبح الآن الجزائر مهددة، أصبح النطاق الأمني نتاعه نقله إلى مكان آخر.
أصبح النطاق الأمني تاعه في المغرب العربي، وهذه أكبر خطورة نمر بها الآن. الآن اتفاقيات عسكرية، الآن تجيش في الحدود ويريدون أن تنشب هناك حرب، وهذا الكيان الصهيوني لا يهمه أن تنشب حرب بين ونحن لا نتمناها. لا يهمه أم أنه يسعى؟ لا يهمه أبدا. هل يسعى لذلك؟ يسعى بكل لولا أن الجزائر يعني بحكمتها وبتعقلها استطعت أن تتمندع، وخاصة في قتل الثلاثة المواطنين الجزائريين الآخرين، هذا استفزاز كبير. لكن الجزائر الحمد لله عاقلة ولا تريد أن تتورط في هذه الحرب. لكن المغرب، لكن تحت الضغوط ألا يمكن أن تطبع الجزائر على مستوى الدولة مع الكيان الصهيوني؟ والله على مستوى الشعب، الشعب الجزائري ليس هناك شعب مثله الحقيقة اليوم في مقاومة التطبيع. ماذا عن النظام؟ يا أخي أنا لا أتكلم على أنا أتكلم على النظام، وأتكلم على الأحزاب العلمانية، وأتكلم على الأحزاب الشيوعية. هذا موقفهم. وأتكلم على المتطرفين، هذا موقفهم، هذا موقف تاريخي. احنا 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 عندنا عداء خاص مع الكيان الصهيوني. حتى يكون في علمك، الكيان الصهيوني كان حليف لفرنسا، كان متفق من فرنسا. اليهود في الجزائر كانت اعطيتهم فرنسا الجنسيه الفرنسيه، وكانوا يحاربون وكانوا يرتكبون اكبر الجرائم اللي يعجز عليها الكيان الفرنسي، كان يقوم بها الكيان الصهيوني، وكان تحت اداره شمعون بيريز رئيس الحكومه السابق، كان هو الذي يدير هذه العملية الإرهابية عن طريق الهاغانا والأرجون. فنحن عنا عداء خاص. نحن طردنا اليهود مرتين، طردناهم في 1500 عندما طردهم الشيخ المغيلي، طردهم شر طرده. وإلى اليوم مكاتب الدراسات الإسرائيلية تسأل لماذا هذا الشيخ يطرد الكيان الصهيوني ويحد زحف اليهود إلى إفريقيا. نحن من قمنا بحد هذا الزحف نحو إفريقيا لما كان اليهود يسكنون مدينة أضرار تمنطيط، وطردناهم بعد الاستعمار مباشرة 200 ألف، وأنك حسنا تقول 150 ألف يهودي خرجوا عن بكرة أبيهم. الآن في الجزائر لا يستطيع أحد أن يقول أنا يهودي، بالعكس هي سبة عن كلمة يهود. فالمسألة متجذرة الآن. الآن الآن التصريحات العسكرية وش راهم يقولوا الآن العسكر؟ يقولوا نحن الآن نواجه الكيان الصهيوني، وستكون لنا كيان صهيوني على حدودنا. ما قالوش يواجهوا المغرب، وإنما عارفين بأنهم يواجهوا الكيان الصهيوني. فالآن يعني مقدمات نتاع جريدة الجيش في كل أسبوع جريدة جديدة يتكلموا على الكيان الصهيوني بهذه العبارة، كيان صهيوني. لكن هل هناك خطر على الجزائر من هذا الموقف من الكيان الصهيوني؟ نعم، هي مش بسهولة بادير هذا الموقف، مش بسهولة. هذا موقف الآن ندر هذا الموقف من أي دول عربي، لكن الجزائر تقوم به يعني بجرأة وبشجاعة وبمبدئية، ليس مصلحية هنا. أنا ما كانش أنا مسألة مبدأ. إحنا لما إذا مشينا مع الكيان الصهيوني وش معناتها؟ يعني رانا نسبوا في التاريخ تاعنا، رانا نشتبوا في التاريخ تاعنا، رانا نشتبوا في الشهداء الذين حرروا. إحنا الكيان الصهيوني هذا احتلال مثله مثل الاحتلال الفرنسي تماما. فإحنا نواجه الكيان الصهيوني، نواجه كل احتلال في العالم نواجهه كما واجهنا الاحتلال الفرنسي. هذه مسألة مبدئية يا أخي. برأيك ما هي الدول الأخرى التي تقف هذا الموقف ضد الكيان الصهيوني اليوم سيد عبد الحميد؟ هل هناك؟ لا، موجودة دول لكن موقفها ربما يقل عن موقف الجزائر، موش في هذه الدرجة. يعني حتى دول المغرب العربي يعني كلها، ليبيا وتونس، ولو أنها دول يعني لا ترقى إلى، وانا نقول لك يعني الدول الافريقيه يعني ذكرتها قبيل مثل نيجيريا، مثل جنوب افريقيا، مثل زيمبابوي، يعني كثير من الدول. وانا ربما نعطيك ربما صوره فقط حتى تكون حتى تعرف قدر الجزائر يعني في هذا الموضوع في التاثير على افريقيا. انا سمعت قبل سنتين تقريبا وانا اتبع يعني احداث اجتماع الجمعيه العامه للامم المتحده، فلما صادقت الامم المتحده لحل الدولتين ب 166 مقابل 6، يعني بعدها قام سفير الكيان الصهيوني وقال جملة واحدة تتبعتها بنفسي، سمعتها بنفسي يوم عشرة، فقال لهم لو أن، قال لهم أنا أقول ما قاله السفير الكيان الصهيوني قبلي، قال لهم لو أن الجزائر قالت بأن الأرض كروية الأرض مسطحة الشكل لصادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بنسبة 166 قبل 6، لم يزد عنها كلمة، قال هذه الكلمة وسكت. فالجزائر الآن عندها أثر كبير في الدول الإفريقية،
وأثر كبير يعني في الكتة التصويتية في الدول الإفريقية. ولعل هذا الأسبوع فقط كان هناك لقاء كبير مع زعماء الدول الأفريقية مع الدول الأعضاء في الدائمين الإفريقية في الأمم المتحدة، وكان التركيز على هذا المعنى. الآن الجزيرة ترتقي إلى أن يكون للدول الإفريقية دور كبير في الأمم المتحدة. يعني كان اجتماع في وهران يعني قبل يومين تقريبا، ويعني كانت في نتائج يعني ممتازة، والحمد لله تلقوا مع تونس والنيجر وكينيا. هذا الموقف من الجزائر يضاف إليه يعني نقطة مهمة الحقيقة، فرص تركيا اليوم في الاستثمار في القارة الإفريقية ربما لمواجهة هذا الكيان الصهيوني. هل هناك فرص للجزائر وتركيا بالتحديد؟ الجزائر الآن توجه إفريقي، الآن الجزائر الآن توجهت إلى إفريقيا بقوة بقوة شديدة. تستطيع أن تنافس؟ تنافس الكيان الصهيوني ولا تركيا؟ تنافس الكيان الصهيوني تستطيع إذا طب إلى جانب تركيا إذا كان هذا التحالف. إحنا مشكلنا مع تركيا يعني النظام السابق كان توجه فرنسي. نعم. الآن الحمد لله هذا النظام غير سياسته وأصبح توجهه متنوع. تركيا والله غيرها يعني، وحتى الآن علاقة جيدة مع تركيا. وأنا أتمنى أن تكون هناك تحالفات في هذا الموضوع، وأتمنى يكون التنسيق بين الجزائر وتركيا حتى يمكن أن يكون هناك انتعاش. فإذا استطاعت الدول الإفريقية أن تنتعش وأن تخرج بالأزمة الاقتصادية فسوف تواجه الكيان الصهيوني. أشكركم شكرا جزيلا سيد عبد الحميد بن سالم النائب السابق بالبرلمان الجزائري ورئيس مركز دراسات باب المغاربة الأمين العام للائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين سابقا، كنت معنا ضمن هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. الله فيك. الله يكرمك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.